لن يكون هناك قضية أهم من الأزمة السورية في ملفات القادة الذين يتدفقون على نيويورك للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبدو إيران بين أهم اللاعبين الأساسيين لحل هذه الأزمة. لذا لم تكن الحفاوة التي استقبل بها أمين عام الأمم المتحدة وزير خارجية إيران مستغربة، بل سبقتها زيارة قام بها وكيله للشؤون السياسية جيفري فلتمان لطهران قبل أسابيع، وكان الأخير على طاولة المحادثات بين الرجلين. بعد اللقاء حرص بان على الإشادة بسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة بنفسه وليس عبر بيان صادر عن مكتبه. I had a very good meeting this morning with the new foreign minister of Iran, Javad Zarif. عقدت لقاء جيدا مع وزير خارجية إيران جواد ظريف، ناقشنا خلاله مواضيع عدة ومتنوعة، ونقلت للوزير ظريف أنني أثني على جهود الحكومة الجديدة في إيران في سلوك طريق الحوار مع المجتمع الدولي. لم يعد البرنامج النووي الإيراني هو الشاغل الأكبر في كل المحادثات التي يجريها وزير خارجية إيران مع نظرائه من الشرق والغرب. اللقاء بين الوفدين الإيراني والإندونيسي دام قرابة ساعة، وانتهى بلقاء على انفراد بين وزيري خارجية البلدين. أشاد بعدها الوزير الإندونيسي بالأجواء الإيجابية وأعلن عن خطط لتنسيق الجهود. Those are the essential features that we need. We feel that we must emphasize at the General Assembly meeting here in New York, bringing the conflict to an end. Let the political process get underway. Announce the Geneva II conference. We must have the Geneva II conference announced as a in terms of date and time, and so that we can everyone can quickly get on board on the peaceful resolution of the conflict in Syria. الرئيس الإيراني يحضر إلى نيويورك الاثنين وفي جعبته مشروع تسوية للحصار المفروض على إيران منذ عقود، لقاء تبديد مخاوف بعض الدول الغربية حيال سلمية برنامج إيران النووي، وهو سيلتقي العديد من الزعماء الغربيين، وربما تكون المفاجأة الكبرى بلقاء يجمعه بالرئيس باراك أوباما نفسه. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين.